وفي راجل واحد في مدينة القدس اسمه سمعان، وهو نادم صالح وتغي، وهو قاعد يرجى بعشم السلام الله قال يرسله لبني إسرائيل، والروح القدس قاعد فوقه. وأول الروح القدس وصف لي كدر ما يموت قبال ما يشيف المسيح الله يرسله. وفي اليوم ده الروح القدس ودى سمعان في حوش بيت الله، ومريم ويوسف جو بصغيرهم عيسى عشان يسووا في شانه الشيء الواجب حسب كلام التوراة. وسمعان شال منهم وشكر الله وقال: يا رب خليني نموت بالسلام مثل انت اول وردتني بها، عشان شفت بعيني النادم التناجي بيع الناس، ودي بس النجاة الجهزتها عشان كل الأمم يعرفوها. أيوة، هو النور اللي يوصف درب الله للأمم ويجيب شكر كثير لشعبك بني إسرائيل. وأبو وأما عجبوا بالحين من الكلام اللي قاله في عيسى، وسمعان باركاهم وكلم لمريم أم عيسى وقال: أكيد مخدر للولد ده هو يبقى سبب هلاك لناس كثيرين من بني إسرائيل، ولكثير منهم يبقى سبب نجاة، وهو يبقى لهم علامة وكثيرين يخالفوه، وبسببه الأفكار القاعدين في قلوب ناس كثيرين يبقوا معروفين، ووجه نهيز شديد يجي فوقي مثل تعانوكي في قلبك بالسيف. وفي مرة واحدة وهي نبية اسمها حنة بيت فنويل من قبيلة أشير، وهي مرة كبيرة بالحين من أخذوها، هي قعدت 7 سنة مع راجلها لحد همت وما أخذت بطن، وعندها 84 سنة وقاعدة دائما في حوش بيت الله، وقاعدة تعبد الله ليل ونهار بالصلاة والصيام. وفي الوقت ده بس هي قربت ليهم وقامت تشكر الله وتحجي بالصغير لكل الناس الراجين اليوم الله يفدي فوق ناس مدينة القدس. ووكيد يوسف ومريم سووا كل شيء الواجب ليهم حسب شروط الله، هم انقبلوا في دار الجليل ومشوا في حلتهم الناصرة، والولاد كبر وهو بقي شديد وملام بعلم، ونعمة الله قاعدة فوقه. وكل سنة أهل عيسى يمشوا في مدينة القدس عشان يعيدوا عيد الفصحى. وكيد عيسى عمره تم 12 سنة مشوا حسب عادتهم وشالوه معاهم، وكيد العيد كمل خلاص هم المقبلين، والولاد عيسى قعد في المدينة لكن أهله ما بعرفوا قدر هما معاهم. في فكرهم عيسى قاعد في لب المسافرين، وبعد سووا يوم واحد هنا السفر فقدوا وفتشوا عن بينات أخوانهم ورفقانهم، ووكد عرفوا هما فيه قبلوا في المدينة عشان يفتشوا. وفي اليوم الثالث لقوا في حوش بيت الله، وهو قاعد تحت في أسط العلماء وقاعد يسمع كلامهم ويسألهم، وأي نادم سمع كلامه عجب بالحيل من فهمه ورده. ووكيد شافوه هناك عجبوا مرة واحد، وأما حجت ليا وقالت: هي ترى ولادي ما لتأبتنا مثل ده، أنا وأبوك همينا بلان وكيد فقدناك. وقال لهم: ما لتفتشوني، ما تعرفوا قدر واجب نقعد في بيت أبوي.
وما فهموا الكلام اللي قال ده. وعيسى قبل معاهم ووصل في الناصرة وتابع كلامهم في كل شيء، وأما كربت كل الكلام ده في قلبها. وعيسى كبر وعلمه قاعد يزيد وعنده رضا من الله ومن الناس.